مميز مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. شوطنا الاول الرئيسي لسن الحجاج البكر على بركه الله، واعلنت انطلاقه الشوط الاول الرئيسي للحجاج البكر مسافه الـ3 كيلومترات. أشواط السرعة وأشواط التحدي والأعداد الكبيرة والهائلة والشعارات المميزة والزاهية تزين لنا أرضية هذا الميدان المقدمة والصدارة. سحابة وعلي بن شفيع وصلت الغربية لتكون حاضرا بتحديات الغربية، ومحمد بن زروة المري ورابع الأسماء، ووصلت الشكلة وحمد بن خليفة العطية لتشكل خطورة، وخامس الأسماء ووصلت العنود ومحمد بن بخيت بن عويض حمد بن بخيت بن عويضة. ولكن لنا عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة. سحابة وعلي بن شفيع المري، الله يا التحدي مع سحابه سحابه، ولكن هجوم حمد بن صالح بن هامله بن زروه غادم لا محاله مع الغربيه ومحمد بن زروه المري ورابع الاسماء. دخول مباشره العنود وحمد بن بخيت بن عويضه، الامتار الاخيره والتحدي ما زال مع سحابه وعلي بن شفيع المري، ولكن تحركوا العمالقة. الله وصلت العنود 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 وحمد بن بخيت بن عويضة والأمتار الأخير سحابة والعنود بن عويضة. أوب 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 أوب. 400 متر أخيرة يا بن عويضة. الله العنود وحمد بن بخيت بن عويضة راعي الإنجازات، راعي التحدي، راعي الانجازات، راعي العوايد، ما يخلي عوايد. اوب 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 اوب. روح 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 بن عويضه، سلام العنود سلام. حمد بن بخيت بن عويضه راعي الانجازات والتحديات مع العنود. روح روح، اسعد الله صباحك، صباحك فل. جود مورنينج جود مورنينج يا حمد يا بن بخيت يا بن عويضه، سلام العنود سلام سلام. تهانينا والف مبروك لمالك العنود حمد بن عويض. المركز الثاني كان من نصيب سحابة علي بن شفيع، المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، المركز الثالث. تهانينا لجميع الفائزين. توقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، ساعة وصول هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. العنود حمد بن بخيت بن عويضه قطعت مسافه 2 كيلومترات في زمن وغدره 2:56:22 جزء. توقيت مميز. تهانينا لجميع الفائزين بهذا التحدي الكبير.